قال وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح إن الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش اتفقت على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون بينهما. وأكد الصباح خلال البيان الخاص أو الختامي للاجتماع أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن التحالف وضع خطة عمل مستقبلية لمحاربة التنظيم، مؤكدا أنه فقد نحو 98% من المواقع التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.